سائل من بريطانيا يقول: الذين يسكنون في بلاد غير إسلامية لا يكون عندهم إمام ولا جماعة، يقول: هل المراكز الإسلامية المجتمعة على نهج السلف الصالح تكون هي الجماعة؟ إيه نعم، يرجعون إلى رئيس المركز الإسلامي وهو يقوم مقام ولي أمر المسلمين، يعقد الأنكحة، يبرم الأمور مع الناس، يرجعون إليه بمثابة دولة صغيرة في دولة كبيرة كافر. نعم.